غنحاول غنتكلم بالفصحى. تكلمت السيد الرئيس اننا كصحافه غادي نهضروا اليوم، غادي ندويو بدون مزايدات بدون خلفيات سياسيه، غنهضروا بوضوح. السيد الرئيس بصفتي كاعلامي وكمتتبع للشان المحلي والوطني والجهوي، كنشوف ان جهات بلبنان وخليفرة انها كتفضل كتفضل شي اقاليم على اقاليم ومدن على مدن. نعطيك على سبيل المثال نهضر على مدينه واديزم، كما تقول انا مدينه واديزم مدينه منكومه، مدينه الارناك، مدينه الانتحارات، مدينه الهجره. لا تشغيل، لا معاني، لا فضاءات، لا فضاءات خضراء، لا 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 العاب الاطفال الوداد ديالنا ما كنتمش فين يخرجوهم. هذه من جهه، عندنا في الدخله، عندنا الروضه، عندنا في الخارجه، عندنا حبس السجن. وباش نذكر النفايات حاشاكم زباله. هذه من جهه، مدينه واديزم اللي ذكرها جلاله الملك المغفور الله الحسن الثاني، ذكرها في احد الخطابات ديالو انها مدينه شهيده، انها مدينه كتستحق الافضل. هذه من جهه. والمشاريع المهمه، اي المشاريع المهمه كتمشي لمدن معينه، مثلا كي كبني بلال، اطلال وما جاورهما، والفتات كما تنقولوا الفتات كيمشيو للمدن المهمشه، خريبكا، بني واتزام، القرى ديالها، سوق طريق هنا، درنا السقايه هنا. لا، بغينا المشاريع اللي غادي ترفع من غترفع غتحيد البطاله ولو جزء ديال البطاله. لولا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ديال سيدنا الله ينصرو، صراحه المبادره الوطنيه انها خفات واحد الجزء كبير من البطاله عندنا من مدينه واديزام. هذه هي سياسه الجهه اللي بغيناها تكون. لحقاش انتم كاعضاء ديال الجهه لستم اعضاء لمدينه معينه او اقليم معين، انتم اعضاء لجهه بملاء خليفرة. وامني النفس انني كنت كشخصيا كن قينا غير شاويه ورقيه، كنا شويه بعدا كيقيسوا عشيده الشاش. شكرا.